قناة سي تي في كل عام وانت بخير، وقناة قبطية ناجحة بتقوم برسالة عظيمة وبتأدي دور هام جدا، وبتربط الأقباط في كل العالم بكنيستنا الأم في مصر، وبتعتبر زي خدمة ناجحة لتوصيل رسالة الكنيسة والشهادة للمسيح لحد بيوتنا، يتابعها الكبار والصغيرين ويتابعها كل مراحل العمر المختلفة، تهتم بأنها تتابع وتشاهد هذه القناة الناجحة الفعالة. نتمنى لها كل خير، ومن سنة لسنة دايما في نمو وفي ازدهار وفي مزيد من الأعمال الناجحة اللي بتقدم شهادة للمسيح ومزيد من النمو والتطور والإبداع والفن الجميل في خدمة الكنيسة. كل سنة وانتم طيبين. أنا بقول لسي تي في النهاردة كل سنة وانتم طيبين، أنتوا ساعدتونا إن احنا نقرب من كنيستنا، ساعدتونا نقرب من مصر أساسا، احنا عايشين في المهجر بس فعلا حاسين إن احنا عايشين في بلدنا. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وسي تي في بألف خير يا رب. طبعا يعني مبسوطين جدا بالسي تي في لانها وصلت لكل بيت احنا هنا في اوروبا، لان من غير السي تي في ما بنعرفش اخبار العالم كله من ناحيه الاقباط اللي موجودين في العالم. ففعلا الرساله بتوصل لنا من السي تي في احنا بنعتز بها جدا، وكل سنه وهي طيبه وكل اللي شغالين فيها طيبين. كل سنه وسي تي في طيبه، وسي تي في قربت مسيحيين مصر مسيحيين العالم كله، واحنا هنا في هولندا يعني الشيء اللي بيربطنا بمصر والمصريين وكل الكنيسه واخبار مصر كلها هي سي تي في. احنا بجد مبسوطين قوي ان سي تي في وصلت للعالم كله، ونتمنى لكل الاماكن اللي في الدنيا ما وصلت لهاش توصل لها. كل سنه وانتم طيبين. سي تي في طبعا قناه ممتازه وبتعلمنا الكثير، واولادنا بيستفادوا منها، وفيها برامج ممتازه، وكل ما في السي تي في يعني ممتاز، بنتعلم منها بنشوف القداس الالهي، بنشوف برامج مدارس الاحد، بنشوف كثير من البرامج اللي تفيدنا يعني روحيا ودينيا. بعد كده تفيد يعني امتداد للكرازه، يعتبر امتداد للكرازه، لان المسيح قال يكرز بالانجيل في احال مسكونه. فطبعا دي السي تي في طبعا امتداد للكرازه. كل سنه وانتم طيبين، ونتمنى السي تي في يعني عام جميل وحلو، وكل سنه وانتم طيبين. سي تي في كل سنة وانت طيبة. سي تي في كل سنة وانت طيبة.